السلام عليكم ورحمة الله. We're making a video about الضمائر, the pronouns in Arabic, and we have Brother Nasser here today. Inshallah, is gonna give us a lecture about this. Please go on. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن درس من دروس اللغة العربية وهو درس الضمائر. الضمائر في اللغة العربية تنقسم إلى قسمين أو نوعين. We have two types of pronouns. النوع الأول اسمه الضمائر البارزة. Evident pronouns that you can see them. والنوع الثاني ضمائر مستترة. Hidden pronouns that you're gonna estimate them. نرجع إلى النوع الأول الضمائر البارزة وهي ما لها صورة في الجملة. That you can see the pronoun in the sentence. والضمائر البارزة تنقسم إلى قسمين. It is subdivided into two types. بارزة منفصلة أو ضمير بارز منفصل. Separate pronoun. البارزة متصلة. Attached pronoun. والبارز المنفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Again, we're gonna have subcategories. ضمائر بارزة منفصلة تسمى ضمائر الغائب. الغائب is like a second person pronoun. وتنقسم وهي خمسة أسماء أو خمسة ضمائر. هو. He. هي. She. هما. They both. هم. They. هن. They also but for female. مرة أخرى. هو. هي. هما. هم. هن. هو. هي. هما. هم. هن. أما النوع الثاني في البارز المنفصل فيسمى مخاطب. المخاطب, the one that you address or talk to him. وأيضا هم خمسة ضمائر. أنت. You for male. أنت. You for female. أنتما. Both of you. أنتم. Plural for you male. أنتن. Plural for you female. مرة أخرى المنفصل المخاطب. أنت, أنتي, أنتما, أنتم, أنتن. أما النوع الثالث في المنفصل فيسمى المتكلم. First person pronoun. وهما ضميران. أنا. أنا, I. نحن. We. أنا, نحن, أنا, نحن. I and we. هذا هو الضمائر البارزة والتي تسمى ضمائر بارزة منفصلة وهي غائب. مخاطب متكلم وقلنا خمسة خمسة اثنان 12 هو هي هما هم هن أنت أنتي أنتما أنتم أنتن أنا نحن هذا هو النوع الأول من الضمائر. This is the first type of pronouns. نأتي على النوع الثاني من الضمائر يسمى ضمائر متصلة. The second one is attached pronouns. وهي أشهر الثمانية ضمائر متصلة تاء الفاعل. Okay, like تاء الفاعل. مثال شربت. شربت. أكلت. I drank. أكلت. I ate. When you put two at the end, it stands for a subject. Yeah, تاء. It's called ضمير. شربت. You don't need to write أنا. You just say شربت. I drank. Yeah. ضمير متصل. Called تاء الفاعل. Attached pronoun. Yeah. At the end. الثاني نا الفاعلين. Okay. شربنا. When we have نا at the end, it stands for we. شربنا. We drank. أكلنا. أكلنا. We ate. Okay. And so on. النوع الثالث نون النسوة. And the noun for women or female. نقول or female. شربنا. They drank. The female women, the female or the women drank. أكلنا. We just add نون فتحة at the end. Yeah. أما النوع الرابع أو واو الجماعة واو for plural شربوا they drank you don't need to say they here it's just attached at the end فهموا واو ألف it's ضمير قول متصل attached pronoun yes. أما ما بعده ألف الاثنين okay the ألف for two شربا they both drank أكلا they both ate and so on صلى صليا yeah. أما ياء المتكلم okay. هو خاص بالأسماء نقول كتابي my book yeah. كراستي قلمي my notebook when you put he at the end it means mine هاء الغائب
نقول كتابه الهاء كتابه his book or كتابها also هاء ألف for female نعم فالهاء هنا ضمير متصل والياء ضمير متصل means my all of this أو كل هذه تسمى ضمائر متصلة المتصلة وهنا أيضا كاف الخطاب كاف الخطاب كتابك your book كتابك your book for كتابكما كتابكما كتابكم كتابكن the list goes on هذه هي الضمائر المتصلة وهو النوع الثاني من البارز تاء الفاعل شربت نا الفاعلين شربنا نون النسوة شربنا واو الجماعة شربوا ألف الاثنين شربا كاف الخطاب كتابك هاء الغائب كتابه ياء المتكلم كتابي أما النوع الثاني من الضمائر فهو ما يقال عنه ضمائر مستترة ضمائر المستترة the hidden pronouns ليس لها صورة في الجملة you don't see the pronoun whether separate or attached it's not there وتقدر حسب المعنى you just estimate it in your head according to the meaning of the sentence مثال example محمد لعب محمد لعب محمد played فالضمير المستتر هنا هو the hidden pronoun here is هو محمد لعب هو but we don't write it because it's already understood you don't have to repeat it Fatima شربت Fatima شربت وتعني هي for the verb if you need to put a pronoun after it's going to be here but we don't put it because it is going to be redundant if you repeat the same thing it's already understood it's already there وهكذا and so on جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله